بتساعد على ترطيب البشرة جدا، ومع الوقت بتحسي ان البشرة فيها زي امتلاء بسيط كده، لانه بيحتفظ على الرطوبة او المية داخل البشرة، انه بيحتفظ بالرطوبة او بيحافظ على المية نفسها جوه الوجه نفسه، فبالتالي هو مش بيخلي بشرتك تفقد الرطوبة بتاعتها ولا المية خالص منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد وريفيو جديد. ان شاء الله النهاردة هنعمل ريفيو عن منتج من المنتجات اللي جربتها للعناية بالبشرة، هو سيرم حمض الهيالورونيك او بالانجليش هو هيالورونيك اسيد سيروم. ريفيو النهاردة هيكون عن حمض الهيالورونيك من ماركة تايمليس. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن فوائد حمض الهيالورونيك اسيد سواء للجسم وللبشرة، وكمان هنتكلم عن المنتج اللي انا استخدمته ورأيي فيه. لو انت حابة تشوفي الريفيو عن المنتج نفسه ممكن تروحي للدقيقة اللي انا هكتبها لكم على الشاشة دلوقتي. اول حاجة هنتكلم مع بعض عن حمض الهيالورونيك. هنتكلم عن ايه هو حمض الهيالورونيك. حمض الهيالورونيك هو عبارة عن مادة موجودة بشكل طبيعي في جسمنا في مناطق مختلفة في جسمنا، لكن تركيزها بيبقى زيادة شوية في اماكن معينة في الجسم. زي ايه؟ زي السوائل اللي موجودة في منطقة العين، زي السوائل اللي موجودة في المفاصل داخل المفاصل، دي اماكن التركيز بتاع الحمض بيبقى موجود بشكل كبير. حمض الهيالورونيك هو الجزيئات بتاعته هي بترتبط بجزيئات المية، فكل جزيء من الحمض ده بيرتبط بعدد كبير من جزيئات المية، يعني ما يعادل وزنها 1000 مرة أو أكتر. لكن المشكلة اللي مع التقدم في السن أو في العمر بيبدأ الجسم بعض المواد المهمة جدا لجسمنا ولبشرتنا بيبدأ إن التركيز بتاعها يقل نتيجة إن الجسم بيفرزهاش زي الأول، وده هيؤدي إن الجلد بتاعنا بيفقد المرونة بتاعته، بيفقد الرطوبة بتاعته بشكل تدريجي، ده اللي بيساعد على ظهور التجاعيد أو العلامات اللي موجودة في البشرة. من أهم المواد دي اللي تركيزها بيقل مع التقدم في العمر هو الكولاجين والإيلاستين وكمان حمض الهيالورونيك اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. بالنسبة لفوائد واستخدامات حمض الهيالورونيك، هيستخدم استخدام مهم جدا جدا في مقاومة علامات تقدم السن زي ما احنا قلنا، لانه هو بيساعد جدا على شد البشرة، وفي نفس الوقت هو بيرتبط بجزيئات كتير من المية فبيحتفظ بالرطوبة داخل البشرة، ده اللي هيساعد ان البشرة تبان نضرة جدا، تبان انها متغذية كويس، رطبة، مفيهاش اي جفاف. مع الوقت كمان بيقلل العلامات بتاعة التجاعيد او بيأخر ظهور علامات التجاعيد او التقدم في السن، بيساعد جدا على شد البشرة وعلى ترطيب البشرة بشكل فعال جدا، لأنه بيحتفظ بالرطوبة أو الماء داخل البشرة نفسها، فبالتالي البشرة مش هتفقد الماء اللي فيها، وده هيساعد بشكل كبير جدا على ترطيب البشرة. طبعا في الفترة الأخيرة هو منتشر جدا ومشهور جدا فكرة حقن الفيلر. هي عبارة عن حقن بنبدأ نحقن مواد معينة في البشرة عشان تساعد على امتلاء في البشرة وفي نفس الوقت الرطوبة، وبيقلل جدا التجاعيد. من ضمن المواد اللي بيتم حقنها عن طريق حقن الفيلر هي الحمض الهيالورونيك اسيد، وده بيساعد بشكل كبير جدا على شد البشرة جدا وتحسين مظهر الجلد. ممكن يستخدم كمان في تحديد الشفاه او ترطيب الشفاه كمان. كمان حمض الهيالورونيك مهم جدا لبعض الامراض، او بيساعد بشكل كبير جدا على علاج بعض الامراض الخاصة بالمفاصل او الجروح، لانه بيسرع جدا من تعافي الجروح، وبيساعد كمان على علاج المفاصل نفسها، لانه بيتم حقن الحمض نفسه في علاج مفصل الركبة، فبيساعد بشكل كبير جدا على تخفيف حدة الام المفاصل نفسها وترطيب المفصل جدا، وبيساعد كمان ان هو يخلي المفصل يقدر يمتص اي صدمات اثناء الحركة. ليه فوائد كتير جدا حمض الهيالورونيك، من ضمنها مقاومة بعض المشكلات الخاصة بالعين زي جفاف العين او انفصال الشبكية، وكمان اي اصابات او جروح خاصة بالعين. موجود على شكل مكملات غذائية او حقن نبدأ نحقنها في الجلد على طول، او موجود في شكل قطرات للعين، وكمان حقن الفيلر، بجانب طبعا سيروم الحمض الهيالورونيك اللي احنا بنستخدمه موضعي على الوجه او البشرة. كده احنا اتكلمنا عن فوائد حمض الهيالورونيك عامة للجسم وللبشرة كمان. دلوقتي هنقول الريفيو عن المنتج اللي انا استخدمته اللي هو اسمه تايمليس. هو عبارة عن سيروم، الصناعة بتاعته هو امريكي الصنع، فهو made in USA. اهم حاجة واحنا بنختار السيروم بتاع الحمض الهيالورونيك ان احنا بنشوف الحمض الهيالورونيك ده هل هو الحمض نفسه ولا هو مشتق منه زي الملح بتاعه. طبعا هو الحمض نفسه الجزيئات بتاعته بتبقى كبيرة شوية، كل ما احنا عملنا مشتق منه يكون مثلا الملح بتاع الحمض ده بيسهل جدا على الجلد والبشرة انها تمتص، لان المشتق من الحمض نفسه الجزيئات بتاعته بتكون صغيرة، فبيسهل جدا على الجلد ان هي تخترق الجلد والجلد يمتصها بشكل فعال. السيروم اللي انا بتكلم عنه النهاردة هو عبارة عن فعلا ملح من الحمض نفسه، هو عبارة عن صوديوم هيالورونيت 1%.
لما بنيجي نختار السيرم نفسه ما بنفرحش قوي ان احنا نلاقي ان هو يقول لي تركيز 100% او تركيز 50% او 90%. اهم حاجة ان هو يكون الملح بتاع الحمض نفسه زي ما احنا قلنا عشان الجزيئات بتاعته تكون صغيرة وبشرتنا تستفيد منه بشكل كبير. فمن المميز جدا للسيرم بتاع التايمليس ان هو عبارة عن الملح اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو هيسهل جدا على الجلد ان هو يمتصه او يتشربه، فهستفيد جدا بالفوائد كلها بتاعة الحمض. هو كمان مناسب لمعظم انواع البشرة، فهو مناسب للبشرة العادية والدهنية والجافة وكمان المختلطة. كمية العبوة او الازازة نفسها هي 30 ملي، فالكمية بتاعتها مناسبة هتقعد معاكي فترة كبيرة. انا بالنسبة لي استخدمته اكتر من شهر ولسه استخدمت جزء صغير جدا من الازازة، لانك انتي بتاخدي بعض القطرات بس على البشرة وتبدأي توزعيها وتعملي زي مساج لبشرتك عشان البشرة تمتصها بشكل فعال. طريقة استخدام السيرم ان انتي بتاخدي بعض القطرات من السيرم نفسه وتبدأي تخلطيه بكريم مرطب اللي عندك اللي بتستخدميه، او ممكن تحطي القطرات دي على طول على البشرة وتدلكيها كويس وبعدين تدهني الكريم برضو المرطب، بس من الضروري جدا جدا ترطيب البشرة بعد استخدام السيرم عشان يساعد على ترطيب البشرة وكمان بيساعد ان السيرم يخترق البشرة بشكل كبير. بتبدأي تستخدميه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل مع الكريم المرطب. ما استخدامي فعلا للسيرم ده انا فعلا ما ندمتش ابدا ان انا استخدمته، لان هو من السيرم الحلوه جدا للبشره، بتساعد على ترطيب البشره جدا، ومع الوقت بتحسي ان البشره فيها زي امتلاء بسيط كده لانه بيحتفظ على الرطوبه او الميه داخل البشره، لانه بيحتفظ بالرطوبه او بيحافظ على الميه نفسها جوه الوجه نفسه، فبالتالي هو مش بيخلي بشرتك تفقد الرطوبه بتاعتها ولا الميه خالص منها، وده هيساعد انها شكلها يبان ان هي افضل وانها نضره اكتر، وفي نفس الوقت تحس ان فيها امتلاء كده مع الاستخدام. القوام بتاع السيرم متوسط، يعني مش تقيل قوي ومش خفيف، بيبقى سهل قوي معاكي وانتي بتوزعيه على بشرتك، ما بيسيبش اي احساس بالتلزيق على بشرتك خالص. فعلا البشرة بتمتصه بشكل سريع جدا، ما بتحسيش ان انتي بشرتك خدت وقت قبل ما تمتصه، لا بيمتص بسرعة قوي. فعلا مع الاستمرار كمان بيقلل جدا من مظهر التجاعيد او الخطوط اللي موجودة في البشرة، خصوصا اللي هي عند محيط العين. من السيرم اللي فعلا حلوة جدا ومهمة جدا ان انتي تحطيها في روتينك، انا بالنسبه لي البراند ده اللي هو تايمليس حلو جدا، ممكن اكرره اكتر من مره، بس ان شاء الله انا اجرب كمان انواع تانية واقول لكم ريفيو عنها بحيث ان انتوا تشوفوا ايه الافضل بالنسبه لكم وتجربوه. يا رب يكون ريفيو النهارده عجبكم، ولو عجبك الفيديو لسه معايا ما تنسينيش بقى باللايك والشير مع اصحابك، وتدوسي كمان على الاشتراك، تنوريني بالاشتراك في القناه، وتدوسي كمان على الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات والريفيوهات اللي احنا بننزلها. لو حابه تشوفي ريفيوهات لكل المنتجات اللي انا جربتها هسيب لك اللينك في الديسكريبشن بوكس وفي علامه الاي اللي موجوده من فوق، ممكن تبصي عليها وان شاء الله تعجبك. اسيبك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.